السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطولة تالتة ثانوي 2021 وفيديو جديد. هكلمكم في الفيديو دوت عن شعوري في الفترة ديت لما كنت في ثانوية عامة، وايه اكتر الاسئلة اللي كانت بتدور في دماغي، وهل لقيت اجابة ليها ولا لا بعد ما خلصت السنة، وحاجات كتير اوي ان شاء الله هنقولها في الفيديو دوت. يلا بينا نبدأ. من اكتر الاسئله اللي كانت بتدور في دماغي في الفتره ديت، هل اللي انا ذاكرته في اول من اول السنه من شهر 8 او 9 دوت هفتكره ليالي الامتحان وفي يوم الامتحان شهر 6 وكل الكلام دوت؟ فالاجابه وهي ببساطه ان انا لا، مش هفتكر اللي انا ذاكرته ده كله. السبب ايه بقى؟ السبب ان هو ان العلم طبيعي يتنسي اصلا، مش فيش علم هيدخل في دماغك كده مش هيطلع تاني، ما فيش الكلام ده، حتى لو انت فاهمه 100% برضه محتاج ان انت تقعد تكرر وتقعد تراجع عليه، تقعد تحل عليه، تطبق بكذا طريقه ممكنه عشان يثبت في دماغك. فبالتالي وهي فتره المراجعه الجايه اللي هي بعد ان شاء الله ما تخلصوا المناهج، وفي فيديو هيظهر لكم هنا امتى تخلصوا المناهج وامتى المفروض تحسوا بالخطر لو المدرسين اتاخروا. بعد الفتره دي ما تخلص هتبدأوا تراجعوا المناهج مرة اثنين، لو وصلتوا ثلاثة يبقى انتوا كده جامدين جدا. بس هي المراجعة دي هي اللي هتفكركم بالأفكار، وهي اللي هتخليكم ان شاء الله تفتكروا كل اللي انتوا ذاكرتوه في الامتحانات، مش مذاكرة شهر 8 وشهر 9 للناس اللي بتقول احنا ما بدأناش من الأول. يا حبيبي ما انت كل اللي فات ده اتنسى أصلا حبيبي. فالفترة اللي جاية هي اللي هتفرق بين الناس كلها، واللي بدأ من الأول وما بيراجعش في الفترة الجاية أو ما بعد ما يخلص المناهج ما راجعش، كل اللي فات ده هيروح منه. وهديكوا انا شخصيا ابسط مثال لكده ايه، هو كتاب الوسام بالنسبه لي في الفيزياء. كتاب الوسام ده انا كنت جامد جدا بقى وعندي وقت وبذاكر فيزياء كتير وبحل وبعمل كل حاجه، وراجعته وحليته كله من الجلده للجلده كتاب الوسام ده في اول السنه. جيت في فتره المراجعه ما فتحتوش، او ما كانش عندي وقت، او ما كنتش عايز ادي الفيزياء اكبر من حجمها، فكانت حاجات كتيره كده تخبطات في دماغي، ودي هكلمكم عنها في نقطة تانية. ان الاوائل او اللي بيجيبوا درجات مش بيبقوا ماشيين كده في نعيم وجنة وكل حاجة جميلة، لا، حضرتك بيتعرضوا لكل انواع الضغط والتوتر والتخبطات وكل حاجة حرفيا يعني. فجيت كتاب الوسام في المراجعة ما فتحتوش خالص، ولا كني شفته. فجيت في اخر السنة ان انا مش فاكر منه اي افكار، وافكار كتير في حاجات منه الصراحة برضو جات من الامتحان كافكار، يعني مش هقول ان هما اللي بيحطوا الامتحان، يعني كافكار كحاجة تفتح دماغك بيها، وانا ما كنتش مستفيد منه حاجه لان انا ما رجعتوش في فتره المراجعه النهائيه. فالخلاصه هي ان انت هتفتكر لو رجعت ان شاء الله مراجعه محترمه بعد ما تخلص المناهج، ما رجعتش يبقى تقول على كل اللي انت ذاكرته في اول السنه ده باي باي. النهارده هو 13 فبراير او 14 فبراير، امتحاناتكم ان شاء الله هو 21/6، فاضل 4 شهور بالتمام والكمال واسبوع كمان، يعني حوالي 120 127 يوم، فتره بجد يعني كافية وزيادة، بس نستغلها. مش كل مثلا 10 أيام وكل أسبوع يتبعت لي رسالة يا دكتور أنا لو بدأت دلوقتي هوصل، يا دكتور الفترة الجاية ما تضحكش عليا، يا حبيب قلب الدكتور، يا حبيب قلب الدكتور ذاكر وخلص واجتهد واعمل كل حاجة وما تسألش، ما تسألش، أنت عندك وقت استغله ما تضيعوش. بس اكتر الاسئله اللي كانت برضو بتيجي في دماغي وعملت عليها فيديوهات قبل كده اتكلمت عليها، وهي الاوائل دول بقى كانوا خارقين بقى وكانوا ماشيين على الخسارات المستقيم ما بيقعوش يعني، وبيحلوا مليون كتاب ومش عارف ايه. انا شخصيا لما كنت بشوف ناس وانا في ثالثه ثانوي، ناس اوائل كده مثلا رايحين كلياتهم او بيجوا يزوروا المدرسين، كانت حوار مشهور قوي عندنا يجوا يزوروا المدرس كده ومش عارف ايه، ما بحبش الحوار ده خالص. فاقعد اتساءل يعني هل الناس دي فعلا كانت ماشيه حلو كده من هي في اولى ابتدائي لغايه ثالثه ثانوي بتاع، افكار غريبه الصراحه. بس الحمد لله لقيت لها اجابه بس بعد ما خلصت ثالثه ثانوي خالص، وهي ان لا، الاوائل دول عادي بيعيطوا في ايام كتير عشان ما رجعوش حاجات، بيبقى واقع منهم دروس كتيره جدا، بيبقى متراكم عليهم حاجات اكتر من اللي انتوا تتخيلوها، بس ربنا بيكرم، هما بيبقوا صادقين النية وبيدعوا كتير وبيحلوا وبيجتهدوا وبيعملوا كل حاجة متاحة ليهم، وربنا هو اللي بيكرم في الأول في الآخر. يا جماعة مفيش حد يقول أنا جامد جدا، أنا بمراجعتي أنا مش عارف إيه، حبيبي هتلبس مراجعات إيه وزفت إيه، كله والله بكرم ربنا. وكنت قلت الكلام ده كتير جدا في فيديوهات الامتحانات، إن أنا كنت بحل حاجات غلط في امتحان الفيزياء مثلا، وحوار ده بقى مشهور قوي من السنة اللي فاتت، وسبحان الله قفلت الفيزياء. كرم ربنا كبير قوي واسع يا جماعه، ادعو كتير وما تعتمدش ان انت جامد وهتراجع وهتحل 500 كتاب وبتاع، لا يا بابا كله بفضل الله، انت عبد فقير لا تفقه شيء خالص، وكل العلم اللي انت بتذاكره ده بلح حرفيا.
فخليك دايما متوكل على ربنا. سؤال برضو صعباني، ناس كتير ممكن تاخده حجة ويقعدوا بقى كده تلكيك وبتاع، اللي هو ايه، احنا مش متأسسين، احنا مش من اولى ابتدائي واحنا بناخد فرنساوي، فمش هنعرف نقفله في ثالثة ثانوي. طب يا حبيبي بص، نفترض مثلا العربي والانجليزي والفرنساوي كده، او اللغة التانية، ليه ما بتقفلش الجيولوجيا؟ يعني ليه انت ما ذاكرتش الجيولوجيا صح وبتقفلها؟ ما خدتهاش في اولى ابتدائي حرفيا، يعني ما فيش اي سبب يفسر الموضوع ده. الجيولوجيا بتتاخد في ثالثه ثانوي بس، يعني ليه انت ما بتقفلهاش؟ يعني ليه؟ يعني قول لي سبب منطقي. اه هي ماده صعبه، ماده رخمه، فيها حفظ، فيها ارقام كتير، فيها تواريخ، فيها حاجات غير طبيعيه خالص الجيولوجيا ديت، بس عادي يعني ماده عليك وانت معاك وقت وهتذاكرها ان شاء الله. ليه ما تقفلش الاحياء؟ ليه ما تقفلش الكيمياء والفيزياء؟ الحاجات اللي انت مفكرها تأسيس دي ممكن تتلم في ساعة من على اليوتيوب بتاع تأسيس للكيمياء مثلا. الفرنساوي اللي انت عامل عليه هيصة وزمبليطة ده، كل الكتب بتاع تالتة ثانوي بتروح حاطة مراجعة أولى وتانية ثانوي موجودة في الكتب، وممكن تذاكرها في يوم في يومين أيا كان هتاخد وقت قد إيه، والشرح بتاعها موجود على النت. جرامر بتاع تالتة ثانوي الإنجليش بيبدأ من المضارع البسيط، اللي هو أول قاعدة عندكم أصلا من أولى ابتدائي، بتتاخد من معاكم من أولى ابتدائي، المضارع البسيط والمضارع التام والماضي البسيط نحرتوني نحرتوني. فيا جماعة بقى فككوا بقى من الحوار ده، فعلا بيبقى ذهنيا كده انت مش واخد بالك منه، انت تقول ايه، لا هو انا ليه اصلا اطلع من الاوائل، انا ليه، انا مش متأسس، انا مش بطلع من اول من اولى ابتدائي. يا حبيبي مش كده خالص يعني. وافتكر ما كل دكتور جراح عندنا اسمه دكتور علي حسيب، هو مشهور حتى على اليوتيوب، ممكن يكون ناس منكم سمعت له فيديوهات وما يعرفوش ان هو دكتور جراح وبيشرح جراحه وكده، كان بيقول دايما الفرق اللي بيفرق بين الاوائل واللي ما بيطلعوش اوائل، مع ان الاثنين ممكن يكونوا بيذاكروا، واللي ما بيطلعش اوائل ممكن يكون بيذاكر اكتر كمان، هي جاست النيه. يعني انت من اول السنه كده، او من اللحظه اللي انت هتفوق فيها هتقول انا عادي، ايه يعني ما اطلع من الاوائل، هو ده زياده عني ايه، انا بذاكر زي ما هو بيذاكر، بفهم زي ما هو بيفهم، باخد دروس زي ما هو بياخد دروس، كل حاجه زي بعض يعني. فقال النيه هي اللي بتفرق، انت ناوي ان انت تطلع من 10 اوائل ان شاء الله، ربنا ان شاء الله هينولها لك، بس انت انوي وسيبها على ربنا بقى، كل حاجه على ربنا. بس في النهايه مش عايز الناس تتخيل الموضوع سهل يعني. كان كل الناس طلعت اوائل، فلا هو الموضوع اكيد مش سهل، عشان كده الموضوع محتاج مجهود، عشان كده ليلة النتيجة وايام النتيجة بيبقى الموضوع فيه فرحة. ما هو الموضوع لو سهل ما كانش الناس هتفرح بالشكل دوت، وتعمل زغاريط وهيصة وزمبليطة وكل الكلام دوت يعني. فالموضوع اكيد مش سهل، الموضوع عايز مجهود، عايز حسن إدارة وحسن استغلال للوقت اللي متاح ليك. فتوكلوا على ربنا كده واعملوا كل حاجة وخدوا كل الأسباب المتاحة و خلوها على الله. ان شاء الله الفترة الجاية برضو ربنا ييسر الحال، الدراسة تكون راجعة، فمش عارف الصراحة الفيديوهات هتبقى نظامها ايه، بس هنحاول على قد ما اقدر اطلع لكم في اي وقت متاح فيه ان شاء الله، اقول لكم اي حاجة. بس ولغاية الوقت دوت دعواتكم ليا بالتوفيق ان شاء الله، ودمتم مكافحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدش هيهتم بفشلك، لكن ملايين هيهتموا بنجاحك، ملايين هتتحول قصتك بالنسبة لهم